مشاهير مصر وفنانيها انقسموا على نفسهم بالنسبة لثورة 25 يناير. في ناس كانت مع الثورة وناس كانت ضدها، مش مشكلة، هي دي ديمقراطية. المهم ان انت تعبر عن رأيك باحترام، مش كده برضو؟ 25 يناير كلنا تفاعلنا وكلنا كنا نتمنى ان احنا نكون و26 و27 خلصوا دول، خلصوا دول، روحوا، قعدوا 3 ايام ومشيوا. اكيد وصلك ما يدور في ميدان التحرير. لا، ايه ها ايه؟ طبل وزمر ورأس وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. مش قلت لك نروح ميدان التحرير؟ يا عم بيقول لك طبل وزمر وحريم وجنس وكلام من ده واحنا قاعدين. سوري سوري. استاذ صلعت، في فيديو يثبت كلامك؟ الصراحة راح يا عين وانت مكتوب. اسفين، واضح ان كان في غلطة لخبطت فيديوهات. هنصلح الغلطة دي حالا. استاذ صلعت معلش كمل، ايه كمان بيحصل في ميدان التحرير؟ ما يحدث الان في ميدان التحرير كرنفال. كرنفال، في فرق بتعزف، في وان اكت بلاي، مسرحيات بتتعمل كلها طبعا فيها تهكم على النظام وعلى شخص الرئيس وعلى حاجات كتير. في لب، في سوداني، في فشار، في حاجه ساقعه، في شاي، واخد بالك؟ انتوا عارفين انا دلوقتي بس عرفت ايه اللي كان بيحصل في ميدان التحرير، وتضامنا مع السيد الاستاذ صلاح زكريا هقدم لكم الدليل القاطع على صدق كلامه. طبل وزمر. قله ادب ومسخره، ناس واقفه بتغني في ميدان التحرير، وعلاقات جنسيه كامله. عندك حق يا استاذ طلعت، دي ما كانتش مجرد علاقات جنسيه كامله، دي كانت حفلات جنس جماعي. عندك حاجه تضيفها تاني يا استاذ طلعت؟ وما ادراك اللي جوه بقى من اخوان مسلمين وحاجات الله اعلم بيها. يا ابو الحاج مش لسه عمال تقول لي طبل وزمر وجنس ومخدرات وصبيان وبنات؟ اخوان مسلمين مين يا كابتن؟ استاذ طلعت ركز كده معايا شويه، انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ ودي على مسؤوليتي؟ اذا علشان كتب التاريخ لما تيجي تكتب عن ثورة 25 يناير باختصار شديد، الشباب 25 يناير مشوا وروحوا يوم 27، ناس تانية جت، كان في طبل وزمر ورقص وصبيان وبنات وجنس ومخدرات، سوري، جنس جماعي ومخدرات، واخوان مسلمين، واقاموا الكرنفالات واكلوا السوداني والفشار والملبس، وأدى ذلك إلى إسقاط النظام. وده السؤال اللي احنا هنجاوبه في امتحان التاريخ لسنة 6. أستاذ صلعت، تحب تضيف حاجة؟ في حاجة تانية مضايقاك؟ ارحل. ارحل معناها إيه؟ الناس البسطاء فاهمينها إيه؟ ارحل. ارحل يعني امشي. تعرفوا النصر واقف عليه وقف الحافي. أرجو إن احنا نكون جاوبنا على سؤال.